هو ايه الفرق ما بين ليز وشيبسي؟ تعالوا نشوف. شيبسي شيبسي معروف جدا جدا، متربين عليه من واحنا صغيرين، مليان في كل حته. ليز بدا ينزل الاسواق جديد، بدا يغزو السوق حرفيا. فانا معلش يعني برضو ايه الفرق ما بين ليز وشيبسي؟ فقلت بقى اجيب الاثنين بنفس الطعم ونشوف ايه الفرق ما بين ده وده. تقريبا الاثنين بنفس السعر، بس ده ب 6 جنيه وده انا كنت جايبه ب 3 جنيه يعني، ولكن فيه ب 5 جنيه منه، ولكن يعني فرق جنيه او فرق 2 جنيه يعني مش هتفرق يعني. فتعالوا الاول ندوق شيبسي بالباربيكيو. شيبسي عادي ب 3 جنيه، ريحه باربيكيو عادي جدا. دي الشيبسيايه، شيبسي عادي جدا يعني، انا مش عارف انا بعمل ايه والله العظيم. بسم الله. باربيكيو عادي جدا، شيبسي عادي جدا. ولكن لما نجيب بقى ليز اللي ب 6 جنيه اللي غزا السوق بقى، هل هيبقى فيه فرق ما بينه وما بين الشيبسي العادي ولا لا؟ بسم الله. تقريبا نفس الريحه، مش هقول لك ان في اختلاف واو والكلام ده، لا نفس الريحه عادي خالص يعني. ده شكل الشيبسيايه، استنى اوريك برضو الشيبسيايه اللي هي الثانيه. ده شكل الشيبسيايه بتاعت ليز، ودي الشيبسي العادي. باين طبعا ان ليز احمر شويه، مليان بالنكهه او مليان فليفرز يعني، ولكن احنا هندوق ونشوف يعني. بسم الله. هو القطمه بتاعته جامده شويه غير شيبسي، شيبسي طري كده وانت بتاكله. هسه هاخد واحده ثانيه. طيب في اختلاف في النكهه، في لصالح مين؟ لصالح ليز، ولكن مش الفرق القوي يعني. يعني مثلا مش زي البرينجلز مثلا، البرينجلز لا في نكهه قويه جدا جدا حرفيا، ولكن ده هو عادي فيه سنه نكهه زياده عن شيبسي، ولكن مثلا 2-3% مش اكتر يعني. يعني مش الحاجه اللي تخليني اسيب شيبسي واروح ليز. زائد ان البطاطسايه ذات نفسها جامده سيكه. انا متعود على الشيبسي، ممكن يكون عشان متعود على الشيبسي يعني، الشيبسي تحس ان هو طري وانت بتاكله كده، ولكن ده في صعوبه سيكه سيكه قوي يعني. يعني هنا اجمد سيكه صغيره جدا جدا من الشيبسي. وبس الاختلاف بس في اللون برضو، زي ما قلت لكم ان الليز احمر سيكا والشيبسي العادي لونه مايل للابيض يعني. ولكن هل تشتري ليز ولا لا؟ انا شايف ان هو زي شيبسي بالظبط، ده رايي المتواضع جدا جدا يعني. لقيته في السوبر ماركت عندك، لقيته في اي حته عندك، وعايز تجرب مثلا نكهه اقوى من الشيبسي شويه، ممكن تدفع جنيه زياده لو انت هتجيبه من 5 جنيه، لان ده نفس حجم اللي ب 5 جنيه يعني. تدفع جنيه زياده وتاخد حاجه الفليفرز بتاعتها او النكهه بتاعتها اقوى شويه صغيرين يعني. بس وده كان الفرق ما بين ليز وشيبسي. لو انت عايزني اجرب اي حاجه تانيه الفرق ما بينهم اكتب لي تحت في الكومنت. طبعا ما تنساش طبعا تعمل طبعا لايك وشير وسبسكرايب عشان نوصل ل 100,000 في اقرب وقت، والانستجرام والتيك توك برضه، لان هناك بنقدم عظمه جدا جدا. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.